هذا سائل يقول: افتتح عندنا فرع لجامعة تدرس العقيدة الأشعرية، فهل لنا أن ندرس فيها لكي نتحصل على إجازة تمكننا من إكمال الدراسة في هذه البلاد؟ هو دراسة أقوال الأشعرية وغيرهم لأجل معرفة بطلانها وردها لا بأس بذلك، نحن درسناها في مقرراتنا لنعرفها ونعرف الرد عليها، وكونك تطلع وتعرف الأشياء هذه لا مانع منها. نعم، أحسن الله إليكم. تدرسها ما هو لأجل أن تعتقدها أو تأيدها، بل لأجل أن تردها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تدرس أقوال الجهمية وأقوال الأشاعرة وأقوال المعتزلة، تدرس لأجل معرفة بطلانها والرد عليها. نعم،